السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا التهيئة نتاع الشاطئ في أعلى مستوى باطو كاسي ببلدية برج البحري. إذا نشوفوا التهيئة تاع الشاطئ تاع الساحل يعني بصفة عامة أين وصلت. هذه عندي مدة عامين ولا درت فيديو وراه موجود في القناة. اليوم نعاود نوليو نشوفوا يعني المستوى نتاع الأشغال، النتيجة تاع الاشغال هذه تاع يعني داروا سورت دو بروميناد، داروا بروميناد على طول الساحل على يعني حوالي طول حوالي 2 كيلومترات، ونشاهد ان الاشغال يعني تبدو يعني سيئة جدا، يعني لا ترقى الى طموحات نتاع يعني المواطنين بصفة عامة، وكذلك لا ترقى إلى مستوى يعني الجزائر القارة. يعني والله مشروع يعني التهيئة رديئة جدا، فينيسيون ناقصة بزاف، وكاين نقطة أخرى أنه الغياب التشجير كالعادة، غياب التشجير وكذلك والأدهى يعني فوق كل هذا الشيء الأشغال المتوقفة والزبالة في كل مكان. والله شيء مؤسف. نخليكم تكملوا على الأقل تتمتعوا بالمنظر الرائع نتاع البحر، الساحل البحر وال يعني الأمواج، وأترككم تكملوا الفيديو هذا إلى نهايته، والسلام عليكم. Zero.